بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هاتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا எங்கள் இறைவா உன் அருளை எங்களுக்கு வழங்கும்